الانتصار لإرادة الحياة هو ما حفز أفراد هذه الأسرة القبطية على التوجه منذ الصباح الباكر إلى كنيستهم للمشاركة في قداس مناسبة خميس العهد، متجاهلين التهديدات التي تحاصرهم منذ استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما قرابة 50 شخصا. يعني الأحداث دي طبعا زعلتنا كلنا وأحزنتنا جدا، لكن برضو احنا ما تهزناش ولو لثانيه ان احنا ما نروحش الكنيسه ما نصليش. الناس دي كل ذنبها انها كانت بتصلي، ما عملتش حاجه غير كده. قوات الامن المصريه عززت من اجراءاتها التامينيه لحمايه الكنائس في مختلف انحاء البلاد، اجراءات يتفهمها الاقباط المترددون الى الكنائس. طبعا النهارده ما يكون متواجد شرطه مدنيه خارج اسوار الكنيسه وعلى الباب، دي حاجه بتطمن كل افراد الشعب والكل بيبقى سعيد بيها، إن بالعكس إن يطبق المبدأ على الجميع وإن كله بيتفتش. القيادات الكنسية تلعب دورا معنويا مهما في مسح أحزان الأقباط وطمأنتهم في هذه الظروف. الناس ابتدت تلجأ لربنا أكثر ومش خايفة من الاستشهاد، لكن طبعا احنا عندنا شعور بالحزن، مش عايزة كلام، لكن احنا مفيش حاجة تخوفنا. بولس الرسول بيقول: من صرفنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم اضطهاد أم سيف. وفيما لا تزال صدمة الأحداث الأخيرة واضحة على وجوههم، يبدو تأثيرها على مستوى مشاركة الأقباط في الطقوس الكنسية محدودا للغاية. رغم الاستنفار الأمني المتزامن مع احتفالات الأقباط بأسبوع الآلام، يحبس المصريون أنفسهم خشية وقوع اعتداءات مماثلة لتفجيري أحد الشعانين اللذين خلفا أوجاعا مريرة في الشارع المصري. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.